حيلهم بينهم من الآخر من الآخر من الآخر علشان نحطها ونفبركها عشان نسبكها ونأستكها حورناها وعكسناها وشقلبناها ولخبطناها فكرة مجنونة وجنناها في حيلهم بينهم قدمناها حيلهم من الآخر من الآخر من الآخر حيلهم بينهم من الآخر من الآخر من الآخر وسع لي أوام والتاخر حيلهم بينهم من الآخر من أي مكان هيجيبك وياك المنتج نفسه بس انا ما يهمنيش بقى لان انا قبضت فما عنديش مشاكل ربنا يسهل واقدر ابدله هخليه يغير اسمه كده يا استاذ سمير تقول لي هتنسيني اسمي ماشي يا استاذ سمير بس انا بحبك برضه وانا من كتر حبي فيك انا مش عارف هيحصل ايه حيلهم بينهم من الاخر من الاخر من الاخر حيلهم بينهم من الاخر معانا النجم الكبير المتالق دايما فطوطه سمير غانم ومعانا النجم المنتشر جدا ادوارد دي حركتك دي طبعا صح؟ طبعا انتوا اصحاب جدا اشتغلتوا مع بعض يا استاذ سمير؟ والله انا يعني ان شاء الله يسعدني الحظ مسرح بقى ان شاء الله يا رب ان شاء الله انت ايه اكتر ادوار الفنان الكبير سمير غانم بتحبها له يا ادوار؟ هي دي بقى هي الحركه دي بقى انا يعني كان نفسي جدا اشتغل معاه هنشتغل والله بس انت عارف انا نفسي ايه؟ عارف لو ما تقابلناش في الفن انا رايي انت في نفس الوقت وانت شغال كده وناجح يا ريت تفتح سوبر ماركت هقول لك ايه اسمع كلامي لو فتحت سوبر ماركت ادوار والله هتاكلي احلى جبنه رومي وبسطرمه من عند ادوار احلى جبنه رومي وبسطرمه وفي نفس الوقت فنان فنان قوي جدا وبالليل في السوبر ماركت كلنا هناكل مجانا انا مش هديك مالي انا افتكرت ان كان في فرصه ان انا اشتغل مع فنان هتشتغل معايا ان شاء الله بس انا بس جات لي فرصه قبل كده والله وحصلت فيها ايه ما كانش نصيبي عملت فيها ايه جهد الانتاج مرشحك كانت مرشحه الاستاذ سمير كان هيطلع والدي وعرفت ان هو اعتذر اعتذرت يا استاذ سمير مين انا اه لا انا كنت عايز اطلع والدته بقول لك انا من اول ما شفته هو بيغني ليندا يا ليندا مش عارف ايه السبب يعني قدمه ادوار في برنامج عن عبد الحميد اكاديمي خدت بالك طلع بقى ادوار بخ مبتسم ابتسامته ليندا ليندا يا ليندا بشوش ليندا وميت على روحه بالضحك وهو بيغنيها ما عرفتش ليه بتضحك ليه عشان ليندا يبدو ان ليندا ادته زومبا حيلهم بينهم من الاخر من الاخر من الاخر حيلهم بينهم من الاخر من الاخر من الاخر قول ليندا ليندا حته كده يعني انا مش فاهم حضرتك انا حضرتك عايزني اغني لا اغني تتريق عليا لا لا الا انا اولا انت اللي بتعرف علاقتي بليندا دي اول حب في حياتي ما انا مش عارف انا اقول ايه انا مش ما كل ما اجي اقول ان استاذ سمير بيقول عليا حاجه كويسه اجي بعديها الاقيه راح ضارب فيا حاجه نو نو نو
I don't mean it. You speak English طبعا بتغني ليندا بتغني بفرنساوي. ما غنيتش فرنساوي؟ غنيت فرنساوي بس ليندا ما غنيتهاش بالفرنساوي. لا غنى هي ليندا مش بتاعتك على فكره مش كده؟ ايوه دي تراث من ايام تراث بغني تراث. السيت كوم اللي هو الاجزخانه عامل انت دور فيه حلو قوي قوي. الاجزخانه الاجزخانه العياده الصيدليه ولا لا حضرتك بتتريق صح؟ لا انا قريبه من الاجزخانه. كنت لابس بلطو ابيض كده بس الوحيد اللي في البتاع دي بصراحه كنت بضحك سايب بصمه. شفت له حلقه انا كده ما شفتش بعد كده خلاص. قول لي ايه سلبيات وايجابيات النجم الكبير سمير غانم من وجهه نظرك؟ طبعا الفنان سمير غانم فنان يعني اقدر اقول عليه عالمي يعني، بس انا شايفه طبعا ان هو في الايام اللي فاتت ديان بيطلع ضيف شرف في افلام كتير. انا شايفه انه يعني بقدراته الفنيه دي ما يعملش حاجه زي كده، لان هو اكبر من كده بكتير بجد. لان هو جواله فيلم عدى. هل ادوارد كوميديان؟ ادوارد كوميديان؟ بس كوميديان لوحده. شبه مين؟ ها؟ شبه مين؟ البرتو فليني. نحييه يا جماعه بجد والله. انت عظيم يا استاذ سمير بجد. طب كبار كده. انت عارف مين البرتو فليني؟ اشهر ميكانيكي ايطالياني كان فاتح سوبر ماركت في ايطاليا. ممكن لو عايزين تكملوا البرنامج بلاش كلام يبقى فيه تريقة عليا. حاضر. ممكن استاذ سمير ولا سوبر ماركت ولا لا 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 بس موضوع والله انت موضوع السوبر ماركت ده هتجنن عليه. على فكره ده موضوع مهم جدا، الفنانين محتاجين يكون يعني عندهم حاجه تانية جنب التمثيل. ايه اللي مضايقك؟ يعني احنا هنكمل موضوع مجال تاني. انا مش شايفه الفنان سمير غانم قال لك ايه ضايقك بجد؟ قال لك ضحكتك حلوه. يعني احنا هنكمل الموضوع تريقة؟ ده مش تريقة. انا بسالك سؤال دلوقتي، انت حضرتك هتكملي بالاسلوب ده؟ انت تعصبت؟ هتكملي علي. تتكلمي معايا بالاسلوب ده؟ لا 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 ما ينفعش تزعقلي على فكره. حد يكلم؟ ما ينفعش تزعقلي. حلهم بينهم بالاخر بالاخر بالاخر. حلهم بينهم بالاخر بالاخر بالاخر. فين التهذيب في كلام الاستاذ سمير قاله؟ من ساعه ما استاذ سمير قاعد وعمالك رياضيه ما حضرتك عمال بتقول لي عمال بتقول لي سوبر ماركت وعمال بتقول لي جبنه رومي. طب بلاش ثانيه استاذ سمير، انت اجنبي وفليني. افليك ايه يا استاذ سمير؟ هي ايه فليني؟ فليلي فل وانا سليني وانا سليني ده احلى اسم. هو مش قادر يا انا بصراحه اللي عايز اقوم مش قادر. الركب بايظه. ليلتكم اللي مش فايته. طب ثانيه واحده، ايه ادوار ادوارد اللي بتعجبك يا استاذ سمير؟ شوفي انا بعيد عن الغنى، بصي انا بعشقه بموت فيه، بس والله ما شفت له حاجه لغايه دلوقتي. طب استاذ سمير لو حضرتك عندك دور ترشح ادوارد في دور ايه؟ ها؟ لو حضرتك بتعمل فيلم او مسرحيه ترشحه في دور ايه؟ ادوارد؟ صاحب بقاله. صاحب بقاله. حضرتك شايفه النهارده يبقى صاحب سوبر ماركت، سوبر بقاله. سوبر بقاله شيك اللي هم اللي بتشوفوه في الافلام الاجنبيه دي. اللي بقى قاعد على الكيس كده وبتاع وشويه يجي واحد حرامي بالمسدس يسرقه. يسرقه. يرفع ايده كده يروح يضحك له الضحكه دي، يروح الحرامي واقع على طول. بص واحد اتنين تلاته. راحت فين؟ ده زعل بجد. طب لو واحد زغزغك كده مش هتضحك؟ هل عايز اعرف هو البرنامج ده مثلا انتوا بتعملوا فيها مقلب او حاجه؟ عشان انا ما بحبش الحاجات دي. والله ولا انا نفسي ما بحبهاش. انا لو الموضوع ده مقلب او حاجه زي كده انا مستعد انسحب. ولا ستي عايز فلوس ولا عايزه، والفلوس اللي هيديها الاستاذ سمير. طب شكرا. طب ادوا لك كام بس عشان ابقى عارف انا؟ هياخد كام؟ اصل لو حاجه هتستحق هاخدها انا. شكرا يا استاذ سمير على الطريقه الجميله اللي حضرتك اتريقت فيها عليا، ومتشكر قوي يا ايدي. بص انا عايز اقوم اصالحك. بص انا بحبك قوي ادوارد حبيبي. انت حساس، انت ليه استاذ سمير؟ انجي انا عايز اقوم اصالحك. عايز اقوم اصالحك بس مكسل. لا 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 خليك يا استاذ سمير حضرتك براحتك. وانا اسف ان انا جيت في برنامج زي دون، يعني انا كنت عايز اعرف ده اذا كان ده برنامج مقلب. انا ما بحبش المقلب. لا 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 وانا اسف كده. لا 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 وان انا اسف ان انا جيت في حاجه زي كده. يا ادوارد 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 ادوارد
تعالى لا ميرسي انا متشكر. خليك يا استاذ سمير براحتك، لو عايز تتمدد كمان عايز اقوم بس مش لا اتمدد حضرتك، لو عايز تتمدد كمان اتمدد ويجيبوا لك حاجه سخنه حاجه ساقعه. طب انت ما شفتش حاجه هتمشي كده هتمشي وحضرتك اقعد براحتك، لكن انا بقى انا ما سلام يا ادوار انا بقى انا هروح افتح السوبر ماركت والنبي انا رايح ما يعني ده قال لك هيشاركك فيه ده شرف كبير. لو في جبنه رومي اللي هي اللي طب بلاش بيزعل والله وانا بحبه. شكرا يا استاذ سمير. العفو حبيبي. لا راح فين ادوارد؟ انا انا خلاص انا كده انا كده انا كده شكرا. ليه 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 عايزين نكمل؟ انت مش عارف تقول عنها روح رياضيه؟ انت ليه مش متقبل اللي هو قاله؟ حسساني يعني لابس جزمه كاوتش وجاي. طب لا لا استاذ سمير شكرا. قمت بقى وانا ما اقومش لاي حد خالص. شكرا. انا عايز اكمل البرنامج. لا عايز اقوله مع السلامه. حلهم بينهم بالاخر 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 حلهم بينهم بالاخر 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 مش حلوه هتمشي كده من غير حاجه مش حلوه. متشكر يا استاذ سمير. اوكي انت في المسرح كل يوم اجي لك بس انا لما تخلينا نتقابل صدفه في اي اشاره. I love you I love you ليندا ليندا يا ليندا 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 يا حماتي انا بحبك روحي في داهيه ربنا ياخدك يا ليندا. الله انا بغني كده ايه بص انا بغني كده. لا يا راجل انت لو غيرتها كده هتبقى حلو. ها طب عايزين طب حاجه طب استاذ سمير بص انا بصراحه يعني انا بصراحه هم اللي موزيني ان انا اضايقك قالوا لي كده. يعني ايه حضرتك دي التيمه بتاع البرنامج يعني حضرتك مش قصدي ازعلك يعني والله مش هو كده البرنامج يعني حضرتك كل ده قصدك حلهم بينهم من الاخر يا استاذ سمير قول له ده حلهم بينهم من الاخر. شفت بقى احنا اللي عاملين الفكره مقلب. ايه رايك بحضرتك يعني انت يعني احنا اللي عاملين المقلب مش انت اللي عامل فينا المقلب. مش بقول لك اهبل تقولي لي ولندا ليندا يا ليندا 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 يا حياتي ليندا ليندا يا ليندا 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 يا نور عيني انا بحبك اسالي قلبك هو يقول لك يا ليندا. نورتنا يا استاذ سمير غانم. احنا ضحكنا وانبسطنا سواء انا او ادوار او انجي او انتوا يا رب تكونوا انبسطتوا وما زعلتوش مني يعني انا عمري ما اعرف ازعل حد على فكره. ما انا مش فاهم تمت البرنامج ايه الاستاذ سمير شويه يمدح فيا وبعدين يروح مديني كلمه مش عارف ازعل ولا اتضايق وبعديها يقول لي ازعل ولا اتضايق. اه يا ام حماده اه يا ام حماده اعملي لي قهوه ساده اه يا ام حماده. والتمثيل خدفك انت مش شايفاني بغني ولا شايفاني ما التمثيل خدفك ايه وانت شبه مذيعه طليانيه رهيبه كلوديا كاردينيلي. لا اسمها انيتا سليني. لقاء الاجيال جيلين مختلفين معنا النجم الكبير المتالق دايما فطومه سمير غانم. فطوطة مش بقول لك انت سليني ما انا من اول انا شايفك فطومه انت كده انا فطومه انا تلخبطيني. بس عارف اول ما تعمل السوبر ماركت اسمع كلامك انا وانجي هنكون اول زباين. اول زباين والله يعني صدقيني بصي الناس دي احلى ناس تعمل جبنه رومي. جبنه رومي بالذات بعد ما عرفت البرنامج وشفت البرنامج واتفرجت على البرنامج وانبسطت بالبرنامج ادي دقني لو شفتوني تاني في البرنامج.